ملقب بالدكتور، يتكلم خمس لغات وشخصية شرسة. من هو بيتكوفيتش؟ المدرب الخارق الجديد للجزائر. طوق النجاة والخبرة الطويلة الكفيلة بإعادة محاربي الصحراء للطريق الصحيح ومحو خيبات الأمل المتتالية له في السنوات الأخيرة. بل النفس الجديد الذي تعقد عليه كافة الآمال في نفوس العاشقين والمتتبعين في الجزائر. من كان يوما يلقب بوزير السعادة جمال بلمان انقلب عليه الدهر بعد لقب كان 2019، ولم يذق بعدها سوى الويلات ومرارات الخسارة في ثلاث مناسبات جوهرية، محطبا قلوب الملايين وجاعلا الفراق أو بالأحرى رحيله حتميا مهما كان الطريق. ولأن الحياة مستمرة ولا بد من نفض الغبار والنهوض للمحاولة من جديد مهما كانت الظروف والحيتيات، قام الاتحاد الجزائري بالتعاقد مع رجل محنك خبرة سنوات طويلة في عالم المستديرة، وصال وجال بشكل لن تتوقعه أبدا. أما ذكاؤه ومهاراته الخارقة تعدت الحدود وستبهر تماما عند معرفتها. الملقب بفلاديمير بيتكوفيتش له إنجازات تاريخية وعلى المستوى الدولي أيضا، وذلك كله يجعل عاشق المنتخب الجزائري يتوسمون فيه خيرا ويعلمون معه بأشياء عظيمة بالفعل. فمن يكون هذا الرجل تحديدا؟ لماذا يعد من بين أقوى وأكثر المدربين حنكة الذين عرفتهم القارة السمراء؟ وما تلك المهارات والذكاء التكتيكي الخارق الذي يتمتع به؟ يملك ثلاث جنسيات ويتكلم خمس لغات. إذا كنت تظن أن اللغة ستكون عائقا وربما سيكون بحاجة للمترجم بالفرنسية ليكون جنبه باستمرار، فأنت مخطئ تماما. بل إنه قادر على الحديث بخمس لغات، وهي الكرواتية، الإنجليزية، الإيطالية والألمانية والروسية. أي أنه سيتواصل بسهولة تامة مع كافة العناصر التي ستكون متاحة له ومهما كان البلد الذي ترعرعت فيه. له الجنسية البوسنية، الكرواتية والسويسرية، وهو ملقب بالدكتور. إذ بالفعل بدأ كرة القدم كلاعب في يوغوسلافيا، ثم احترف بعدها في سويسرا قبل أن يدخل عالم التدريب ويبدع فيه بشكل لا يصدق. إنجاز تاريخي غير مسبوق مع منتخب سويسرا، وهو بدون أدنى شك وبدون منازع أفضل مدير فني مر على المنتخب السويسري، كيف لا، وهو الذي قاد الناتي لربع نهائي يورو 2020 مع بلوغ ثمن نهائي المونديال مرتين في نسخة 2014 و2018. حقبة ما بين 2014 و2021 تعد فعلا استثنائية، ودائما ما كان يصل مراتب متقدمة مقارعا أقوى المنتخبات الأوروبية ومحققا إنجازات مشرفة وغير مسبوقة، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما يملكه من أسماء. مرن وله خيارات تكتيكية متعددة ومفاجأة حاضرة دائما في قاموسه. ليس مشهورا بطريقة لاعب وحيدة، ولم يتأثر بالفترة التي درب خلالها في الدوري الإيطالي، بل إنه دائما ما يغير من نهجه التكتيكي بشكل مستمر متأقلما مع الظروف ومع نوعية الخصم الذي سيواجهه. وفي تجربته في الدوري الفرنسي مع نادي بوردو اعتمد على أكثر من 10 خطط مختلفة، وهو أمر إيجابي يدل على أنه سيجرب حتى يجد التوليفة المناسبة، وسيكون له أساليب متعددة لاختراق أعتى الخصوم. عنيد ولا مجال لمجابهته، جاهز لكافة الصراعات. رغم كل هذه الخبرة لم يحقق بيتكوفيتش سوى لقب وحيد مع لاتسيو الإيطالي، وهو كأس إيطاليا موسم 2012-2013، والذي جاء على حساب روما. غير أن ذلك لا يعكس شخصيته والكاريزما القوية التي يتمتع بها، حتى أنه لا يخشى أبدا الدخول في الصراعات مهما كانت، حتى أنه قد تجابها مع الرئيس كلاوديو لوتيتو ودخل معه في صراعات قانونية. ما يعني أنه لن يكون أبدا معادلة سهلة وقادر على السيطرة على مجموعته وفرض شخصيته. في نهاية الفيديو لا تنسى دعمنا في اللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. كان معكم نور الدين الطياش من صفحة وقناة تاكتيك كرة القدم.